تتواصل في العاصمة الزيمبابوية جلسة عقدها برلمان البلاد صباح اليوم لبدء إجراءات عزل رئيس البلاد روبرت موغابي بعد عزله عن رئاسة الحزب وطرد زوجة غريس موغابي واختيار إيميرسون مانانانغاوا المقال من طرف موغابي. وكان قائد قوات الحرس الوطني الجنرال كونستانيتو شونينغا قد صرح خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أن الجيش وموغابي اتفق على وضع خارطة طريق تتضمن ضمانات له، مضيفا أنه على اتصال مع نائبه المقال من طرفه. ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها صباح اليوم الثلاثاء بمبنى الجمعية في العاصمة نواكشوط الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018. وتصل ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ضمن مشروع قانون المالية أزيد من 8 مليارات روقية. وقد قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون سلكو أحمد زيد بيخ خلال جلسة اللجنة عرضا حول أبرز بنود الميزانية. أشرف الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء ببولنوار على انطلاق أعمال بناء محطة كهربائية هوائية تصل قدرتها 100 ميجاوات وبكلفة مالية تصل 50 مليار روقية بتمويل مشترك بين موريتانيا والصندوق العربي للنمو الاقتصادي والاجتماعي. كما وضع الرئيس كذلك الحجر الأساس لبناء محطته لتحلية المياه في مدينة واديبو تصل قدرتها 15,000 متر مكعب وتصل كلفتها المالية 613 مليون أوقية.